لارا. لارا اروح اهلا بيهم، اهلا. اروح بيهم شويه لو سمحتي. ما شاء طيب الله. انت اكيد انه الموديلات اللي وصلنا ليها لحد النهارده اديتك برضو الهام للي جاي، صحيح. ايه الخطوه اللي جايه اللي نفسك؟ وكمان خلي بالك انه الجائزه اكيد كانت نقطه يعني ده كان نقله طبعا في مشوارك عموما. طبعا هو انا كنت بعمل الجياب بكل الاطوال، وكنت ناويه الصيف ده ادخل بفساتين وكشميه وبناطيل زي اللي انا لابساها، بس المسابقه يعني سرعت ظهور الكوليكشن الجديد قبل ما ينزل في الصيف. يعني هو اصلا الفساتين والبناطيل والحاجات الجديده اللي نزلت في المسابقه دي هي اصلا الكوليكشن الجديد بتاع الصيف. فلما لقيت ان كانت فرصه تعملي اكسسوارز مثلا؟ لا يعني هيبقى بعيد قوي عن اصل الحاجات دي لو اتلبس مع اي اكسسوري هيبوظ الدنيا. عايزه حرص شديد. حرص طبعا. انا عايزه اعرف انت من البدايه اصلا شاركتي في المسابقه ازاي وعرفتي عنها ازاي وخطوات ومراحل المسابقه، يعني عايزين نشرح للناس والبنات اللي بيسمعونا دلوقتي. تمام. المسابقه كان في لينك ليها ان احنا نعمل ابلكيشن، والابلكيشن عباره ان احنا بنقدم زي سي في او بورتفوليو عن البراند بتاعي او عن البراند بتاعنا، كاتبين القصه، كاتبين حاطين الصور من شغلنا، بنشرح فيه احنا عاملين ايه، مستخدمين خامات ايه. فطبعا ما ترددتش ان انا اعمل ده. فانا كنت فاكره ان انا عنها ازاي؟ بصراحه يعني انا كنت عامله بوست في السوشيال ميديا، والبوست ده انا لقيته انتشر قوي، ولقيت فيه ناس بقى بعتلي اللينك بتاع المسابقه، قالوا لي لا ده في مسابقه جميله يعني وجود لك ان شاء الله فيها. فقلت ليه لا يعني ليه لا ان انا اشارك في حاجه زي كده. انت عارفه ليه لا؟ دي كلمه جميله من وجهه نظر المتواضع، بتفتح ابواب مقفله كتير وبتدي امل وتفاؤل للي جاي. طيب المسابقه دي اكيد ليها شروط، يعني طبعا مش اي حد يجي داخل كده المسابقه طبعاً. ايه الشروط وهل انطبقت عليكي الشروط دي؟ هو شروطها كان انه لازم اكون في البيزنس بقالي فتره، او يعني البراند بقاله فتره، او ان انا اكون لسه متخرجه من مكان اكون لسه متعلمه فيه از فاشن ديزاينر يعني. فكان في الفئه اللي انا قدمت فيها كانت يونج ديزاينرز اللي هم الشباب الصغيرين اللي لسه بيحاولوا، فالحمد لله اتقبلت فيها اول ما قدمت يعني الحمد لله. من اول يعني هم كان في تصفيات في الاول، كان خمسه من كل فئه، وانا كانت الفئه بتاعتي اللي هي اليونج ديزاينرز، وانا كنت من الخمسه اللي اختاروهم في الاول الحمد لله يعني.